نستهل هذا اللقاء الطيب بتلاوة قرآنية مباركة في مستهل نقل صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. التلاوة يتلوها علينا الآن القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك كتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض
لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لولا أن ربطنا
كي تقر عيناه
Thank you.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة الكرام استهل القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي لقاء الخير لقاء الجمعة حيث هذا الملتقى الأسبوعي الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من بيوت الله تبارك وتعالى. واليوم ننقل لكم صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة.